طبابة ألف مع سامي البيروتي. العيادة المسموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم مستمعينا وحبايبنا في كل مكان، مستمعين ألف ألف أف أم الموجة السعودية. أرحب فيكم من جديد، أنا سامي البيروتي بعد غيبة طويلة، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. حلقة جديدة من برنامجكم الطبي العيادة المسموعة، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم من يوم الأحد للخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا. تقدروا تسمعونا عن طريق الراديو أو تحملوا تطبيق ألف ألف أف أم الأب ستور أو البلاي ستور، أو تروحوا مباشرة على الموقع الرئيسي www.alfalfam.com. مشاركاتكم أكيد رح تكون عبر أرقام التواصل على 012-61-61-100 011-217-85-85، أو تشاركونا عبر أرقام الاسم اس لأي سؤال أو استفسار في حلقة اليوم على STC 851-040، موبايلي 66-3-1 وزين 70-13-13. موضوعنا في حلقة اليوم من طبابة ألف رح يكون عن التركيبات الثابتة للأسنان، آخر التطورات في هذا المجال، تحديداً ما هي أنواع تركيبات الأسنان. رح نتحدث أكثر أيضاً عن ابتسامة هوليوود والابتسامة الرقمية، كل هذه التفاصيل رح نتعرف عليها من خلال الدكتور ياسر محفوظ، محاضر بقسم التركيبات الثابتة في كلية البترجي. مساء الخير دكتور ياسر. مساء النور. يا هلا فيك، كيف الحال؟ الحمد لله تمام، الحمد لله. الله يسلمك يا رب. طيب دكتور ياسر، بداية بشكل عام، إيش آخر التطورات اللي صايرة في مجال التركيبات بشكل عام، التركيبات الثابتة للأسنان؟ طبعا قبل لا نعرف أي حاجة عن التركيبات الثابتة لازم نعرف متى نستخدم التركيبات الثابتة. ونحن عندنا أكثر من نوع من التركيبات، عندنا التركيبات الثابتة وعندنا التركيبات المتحركة، كلها نستخدمها بعد ما يصير في عملية خلل للأسنان. وطبعا بعد عملية الخلل للأسنان نحن نقدر نقرر وقتها إيش اللي حنعمله، هل حنعمل زراعة ولا حنعمل تركيبات ثابتة. ولازم في ناس، في حاجات كثيرة ناس تجهلها على موضوع التركيبات الثابتة، ونحن عشان نعمل تركيبة ثابتة حنكون مضطرين نعمل برد للأسنان المجاورة للمكان المخلوع وبعدها نقوم نعمل التركيبة الثابتة. ممتاز. طيب يوجد مختلف طبعا من انواع التركيبات الثابته، خاصه مؤخرا يعني بيطلع لنا ما شاء الله كل فتره شيء في مجال الاسنان وتجميل الاسنان تحديدا، فايش هي انواع تركيبات الاسنان؟ التركيبات الثابته في عندنا التركيبات القديمه الشائعه اللي هي كانت البورسلين او المعدن المبطن بالبورسلين، وحاليا نحن في عندنا تركيبات من الزيركون، ممكن نستخدم تركيبات الزيركون، وطبعا لها جمالية أكثر، وفي بعض الأنواع الآن من الزيركون حتى يسموه الزيركون الشفاف، لها شفافية أكثر وصحية أكثر من المعدن. هل تعد يعني الزيركون الأفضل في التركيبات؟ يعني حاليا تعتبر صراحة من أفضل أنواع التركيبات، وهي بديل للمعدن، لكن برضو في بعض الحالات لا، نحن ممكن نرجع نستخدم فيها المعدن، خاصة إذا كانت مثلا الجسر كان والتركيبة تكون أمامية أو خلفية، هذه كلها أشياء يعني يختلف إذا كانت الحشوة أمامية أو خلفية. طيب في حال كانت أسنان أمامية وفيها مثلا المفروض تتركب في هذه الحالة تركيبة، فإيش يفضل، نتجه أيضا للزيركون أو نروح على التركيبات الجديدة اللي هي الفينيرز اللومينيرز؟ طبعا الفينيرز واللومينيرز هذه في حالة أنه ما عندنا أسنان مخلوعة، لازم نفرق هنا، هل أنا عندي سنة مخلوعة وحابب أني أعوضها، ولا أنا عندي مثلا أسنان فيها مشكلة، فيها نقص، فيها تخوص، فيها علاج عصب، وحابب أني أنا ألبسها وأركبها أو أجملها. هنا طبعا احنا في الحاله هذه ممكن لا نرجع نستخدم البنير، اللي هي طبعا بعض التركيبات التجارية تسمى الايماكس. طبعا هذه فيها شفافيه اكثر من الزيركون وجماليتها اكثر من الزيركون، فتستخدم حاليا فعلا في الاسنان الاماميه، بس في حاله انه ما تكون عندي اسنان مخلوعه غالبا. وحاليا برضو كل ما التركيبات يكون فيها تطور اكثر، حاليا ممكن نستخدم الايماكس هذه كجسر في الاسنان الاماميه برضه اذا كانت عندي سنه مخلوعه، بس لها يعني شروط معينه كده في اختياراتها. طب حلو، نقدر نتكلم عن الشروط في حال طيب كانت بالنسبه للاسنان الخلفيه او الاماميه؟ طيب في حاله الاسنان الاماميه يعني اذا كان عندي مثلا سنه واحده مفقوده بس،
والأسنان الموجودة الباقية أسنان قوية. يعني نحن ممكن هنا نركب تركيبة جسر، ممكن نركب من مادة مثلا إيماكس. في حالة أنه كانت أسنان خلفية لا، ما حنقدر غالبا نركب، لأنه الأسنان الخلفية زي ما تعرفوا أكيد عليها فورس عالية وعليها ضغط أكثر نتيجة المضغ وزي كذا. فلا، هنا في الحالة هذه نحن نفضل أن نرجع نركب تركيبات تكون أقوى ولها صلابة أكثر من الإيماكس، ومن ضمنها طبعا اللي هي حتكون تركيبات الزركونيوم حاليا. طب هل بيواجه ممكن المريض بعض الصعوبات أثناء تركيب الأسنان الثابتة؟ يعني هل ممكن يكون منها ضرر أحيانا؟ طبعا أكيد لها ضرر، يعني بس أنه طبعا فيها في حدود للضرر هذا. إحنا لازم نسوي موازنة بين الأشياء اللي نبغى نعملها والأشياء اللي حنضر فيها الشخص. فطبعا عشان أنا أعوض المكان الفاضي السنة اللي انخلعت، أنا حأبرد الأسنان اللي حوالينا، وهذا الشيء هو اللي يخلينا الآن نتجه أكثر لموضوع الزراعة. أنا بدل ما أروح أبرد الأسنان اللي جنبها إذا كانت سليمة خاصة، لا، نحن ممكن لا ندخل في موضوع الزراعة ونعمل زراعة، والأسنان اللي جنبها نحافظ عليها تكون يعني تكون سليمة زي ما هي. ما يختلف فيها شيء. ممتاز، رح نكمل أكيد موضوعنا مستمعينا مستمعين طبابة ألف اليوم، لكن نطلع فاصل بسيط وراجعين، خليكم على السماء. طبابة ألف مع سامي بيروتي العيادة المسموعة. مكملين مستمعينا موضوعنا اليوم في طبابة ألف عن التركيبات الثابتة للأسنان مع دكتور ياسر محفوظ. قبل الفاصل سألت الدكتور عن أنواع تركيبات الأسنان، وكلمنا أكثر في طرق تعويض الأسنان بعد الخلع. طيب دكتور ياسر، خلينا نتكلم أكثر ونتعمق أكثر في نقطة ابتسامة هوليوود. كثير من الأشخاص الآن، كثير من المرضى بيتجهوا لحل، بيعتبروا الكثير كمان حل ابتسامة هوليوود من ناحية الشكل. طب الشكل، هل الشكل بس ولا هل في مضمون فعلا وشيء فعال ممكن فعلا يستمر مع الشخص لمدة سنوات؟ طيب، هو من الأشياء الشائعة حاليا أنه أغلب الناس قاعدة تحاول تجمل ابتسامتها، ودائما يروحوا عند الدكاترة ونبغى نعمل ابتسامة هوليوود ونبغى نعمل ابتسامة. طبعا ابتسامة هوليوود نحن عشان نعملها في لها شروط معينة لازم تكون متوفرة في الحالة عشان تكون الابتسامة يعني فعلا. نحن لما نجي نعمل تركيبات الفينير وتركيبات اللومينير والتركيبات، حتى لو بنعملها مثلا تلبيسات، يعني تكون فعلا الحالة تكون مضبوطة. البداية لازم نكون نفرق بين الحالة اللي حتكون يعني تحتاج تقويم، ولا ممكن نحن نعمل لها تركيبات ونعمل لها برد بسيط، أو حالات اللي ما نقدر نعمل لها برد. أغلب الحالات للأسف الشديد تكون هي تحتاج تقويم فعلا. الإشكالية اللي تصير أنه نحن نقدر نحول الحالة من أنها تحتاج تقويم إلى أنها نعمل لها مثلا تلبيسات أو نعمل لها فينير أو لومينير. نرتب الأسنان ونوحد اللون، فإذا ترتبت الأسنان وتوحدت اللون غالبا طبعا المريض أو المراجع تعجب الحالة وحيعجب الشكل. صحيح، هي هذه الفكرة كلها. طيب هل في مراحل معينة لتركيب الهوليوود سمايل، مرحلة تحضير المريض لهذا أو لهذه التقنية؟ طيب، نحن قبل لا نبدأ في موضوع الهوليوود سمايل وقبل لا نعمل نحضر المريض، لازم أول حاجة يكون المريض يعني منظف أسنانه، نعمل له تنظيف ونعمل له تلميع الأسنان، وقبلها إذا كانت عنده أي حشوات أو أي تصبغات لازم نحن نزيلها. إذا كانت عنده أي مشاكل في الأسنان نفسها لازم نعالجها. بكده هو ممكن يكون جاهز انه بعدين نعمل له الابتسامه. وطبعا قبل لا نعمل الابتسامه او نرتب الاسنان او نوحد لونها، لازم احنا طبعا ناخذ قوالب للاسنان وبعدين نصبها، وبعد ما نصب القوالب هذه نقعد هنعمل عليها زي الشمع كده او نمود قالب من الشمع بحيث انها تكون مترتبه. وفعلا نجي نحن بعدين نوري المراجع الشكل المتوقع لأسنانه بعد ما تكون متنظمة ومترتبة. في الحالة هذه خلاص كده يعني الأمور تكون واضحة. حتى لما نجي مثلا نعمل أي عملية برد الأسنان هتكون مبرودة بناء على الشكل والمخرج النهائي اللي احنا حابين نوصله إن شاء الله بعد ما نخلص الحالة. طيب بعض الأشخاص اللي ممكن يمنع أنهم يتجهوا لهذه التقنية الجديدة مثلا، يعني أنا بعض الأسئلة اللي جاتني على الاس ام اس انه انا بعاني من موضوع انه بقز على اسناني كثير، بشد على اسناني كثير اثناء النوم، فهل فئه هذه الاشخاص يقدروا يتجهوا للهوليوود سمايل ولا لا؟ نحن فعلا هم ممكن يتجهوا للهوليوود سمايل، بس في الحاله هذه حتكون احتماليه الفشل عاليه. لازم اول حاجه نعالج المشكله الاساسيه اللي موجوده عند الشخص المراجع.
نحاول طبعا عن طريق تقليل الاسترس، عن طريق انه ياخذ زي العضات المطاطيه بحيث انه يقلل من نسبه الاسترس، وبعدين بعدها ممكن نتجه انه نحسن الامور. وبعدين في عندنا حتى ممكن نعمل الكراونات، وممكن برضو نعمل الاغطيه او الوجيه او اللي هو الفينير. فهنا برضو تفرق من شخص لشخص حسب الحاله برضو، يعني برضو الواحد يعني ممكن احنا نغير من شكل الاسنان، لكن يعني ينصح دائما المراجع، وهذا المفروض صراحه ينصح المراجع من كل الاطباء، انه ما نغير له كل الاسنان الا اذا فعلا هو محتاج انه يعني نعمل برد للاسنان، لانه حرام في بعض الحالات بيعملوا برد للاسنان والاسنان تكون يعني بسيطه، ممكن بحاله تقويم، يعني التقويم ممكن يحل المشكله ويغنينا عن الموضوع ده. طيب بالنسبه لتقنيه الفينير واللومينير، يعني كثير بيقولوا انه فعلا في تقنيه الفينير تحديدا هم بيضطروا انهم يبردوا جزء كبير من السن، فهل يفرق الموضوع في تركيب اللومينير؟ من اي ناحيه يفرق او ايش الفرق بينهم؟ طب احنا عندنا الفينير والخط اللومينير هو اسم تجاري، احنا نسميه نان برد ريستوريشن، اللي هو احنا ما بنعمل اي برد للاسنان، ممكن تكون حل، لكن حتكون القشره حقت السيراميك مره رقيقه، وفي نفس الوقت اذا مددنا الاسنان ممكن يكون المريض يشعر انه اسنانه كانها مقدمه شويه، احنا نتكلم على تقريبا اقل من نص ملي، على بروز شوي. يا سلام، حيكون على بروز شويه، وبالتالي حيكون في عندنا ممكن تكون اشكاليه تجمع الاكل احيانا تحت البروز هذا، وغير انه الشكل كده يكون يعني منتفخ كده شويه، الاسنان تكون اكبر من حجمها الطبيعي، يعني بدل ما نحل مشكله نرجع نعمل مشكله ثانيه. فهو صراحه الافضل في الحالات هذه طبعا بعد ما نحن نتاكد انه الحاله ما حتحتاج تقويم والحاله تنفع، نحن نعمل لها فينير، انه نحن نعمل لها برد خفيف طبعا حسب الحاله. البرد ممكن يكون من 3/10 الى نص ملي، وممكن يوصل الى 8/10 من الملي، واحيانا يوصل الى الملي حسب الحاله. كل ما كانت الاسنان سليمه وما فيها اي تسوسات ولا فيها اي تصبغات او ما فيها اي حشوات، كل ما كانت نسبه النجاح عاليه. كل ما كان عندي حشوات كل ما كانت نسبه النجاح اقل في الفينير. النجاح هنا انا اتكلم انه الفينير ممكن تنكسر او تطيح، وهذه هي المشكله الشائعه اللي ممكن تصير. لكن برضو نرجع نقول انه اللي يكسر السن هو يكسر الفينير برضو. صحيح 100%. طب انا لسه صراحه دكتور ياسر كنت حجيك في نقطه الرائحه، بعض ايضا المرضى وبعض الاشخاص كانوا بيشكوا، هل لشطاره الدكتور نفسه علاقه في موضوع انه احيانا الفراغات بين الاسنان هي اللي بتسبب رائحه كريهه في حال تركيب الفينير او اللومينير، او ايش اللي بالضبط بيفرق هنا؟ والله شوفي، نجاح الحاله حقت الفينير واللومينير هي طبعا الدكتور الشاطر والمعمل الشاطر ومحافظه المريض، واحد من الثلاثه هذه لو راحوا الحالة التركيبة ما حتكون مناسبة. وحيتطلع فيها مشاكل تجمع الأكل، الرائحة اللي حضرتك قاعد تتكلمي عنها، الحساسية، وهذه من أكبر المشاكل اللي تواجه دائما المريض اللي يركب الفينير واللومينير، حساسية الأسنان. فمجرد أنه أنا عندي الثلاثة المحاور هذه ترتبت حتحصل نسبة النجاح عالية. الدكتور غالبا يعني لما يجي يركب الحالات الفينير واللومينير يحاول يتأكد أنه الحواف كلها تكون مقفولة. المريض ممكن بعد كده يعني يزيد الاهتمام عنده، انه عنده هنا سنة متغطي نصها والنص الثاني سنة طبيعية، فنسبة المحافظة من المريض لازم تكون عالية عشان تنجح التركيبة. مهم جدا، حلو. وفي بعض الاشياء لازم برضه يمتنع عنها المريض اللي او المراجع اللي يكون عامل الفينير او اللومينير، اللي هي مثلا انه يعني اذا كان مثلا بيعض على اقلام او بيعض على اطابعه، او يعني بعض العادات الخاطئه نقدر نقول. انا لسه كنت صراحه دكتور حسألك كيف ممكن احافظ عليها، يعني برضو بعض الاشخاص حولنا اللي كانوا او مركبين فينير او لومينير، بس دائما يعني سمعت انه معلومه الدكتور قالها انه ما يفرش اسنانه بمعجون يكون فيه حبيبات عشان لا يجرح العدسه نفسها مثلا، يفضل هل معجون معين او معجون عادي؟ يعني ما هذه بزياده المعلومه حساسه، لما يكون في عندنا الحبيبات هذه ممكن تعمل تخريج بسيط يعني على مدى طويل حيكون لها اثر اكيد. واستخدام المعجون هو من اهم الاشياء اللي ممكن نحافظ فيها على الاسنان، لانه فرشه من غير معجون ممكن تعمل تاكل في الاسنان. صحيح 100%.
طب لهذه التقنيات هل في مدة صلاحية نقدر نقول من 10 إلى 15 سنة يضطر المريض يغيرها مرة ثانية، يضطر يجري أي تغيير؟ والله 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 شوفي، مدة الصلاحية هذه من الأشياء اللي يعني ما لها يعني تسويقية أكثر من إنها حقيقة تكون صراحة. التركيبات هي إن شاء الله تكون مدى الحياة، بس تعتمد على اختيار الحالة من البداية، تعتمد زي ما قلت لك من الأول إنه إحنا ما يكون عندنا في الأسنان في عندنا حشوات كثيرة وفي عندنا أشياء تمنع وتقلل من نسبة النجاح. تعتمد على محافظة المريض، طول ما المريض بيحافظ الأسنان مقفل الحواف، ما عليها هبت أو فورس أو إنه مثلاً بيعض على أصبعه أو بيعمل يعني حاجة زي كذا، لا حتعيش معها على طول يعني، ما إن شاء الله ما يكون لها عمر. لكن طول ما كان في عندي أي إشكالات من هذه الإشكالات حتقلل من عمرها الافتراضي، ممكن توصل يعني ما نقدر نقول مثلاً سنتين ثلاث سنين، ما لها يعني يعني ما لها مدة صلاحية، أي ما لها مدة صلاحية معينة. يعني ممكن تتضرر أيضاً زي الأسنان العادية من التصبغات كالقهوة، الشاي، المشروبات اللي فيها نسبة صبغة عالية. طبعا هنا نحن عندنا التلبيسات الفينير او التركيبات الفينير واللومينير غالبا تكون سطحها ناعم جدا، فنسبه التصبغ تكون فيها قليله برضو جدا، ونظافه تنظيفها جدا يكون سريع، ما حيكون فيها ان شاء الله اي اشكاليه. يفضل كمان استخدام الخيط في تنظيفها؟ اكيد طبعا، الخيط من الاشياء الاساسيه، الاشياء اللي حشر بين الاسنان او بين التركيبات هذه ضروري تتنظف، والخيط هي الطريقه الوحيده اللي ممكن ننظف فيها الاشياء هذه. وهذه من الاشياء المهمه اللي لازم برضو يعني يزيد المراجع اللي يكون عامل الأشياء هذه لازم تكون عنايته أكثر من أول يعني. أكيد، ممتاز. مستمعين أذكركم بأرقام التواصل 012-61-61-100 012-21-75-85 لأي سؤال أو استفسار حابين تسألوا الدكتور ياسر طبعا في موضوع الحلقة أكيد. أي شخص حاب كمان يتواصل معنا على SMS STC 85-10-40 موبايلي 66-1 وزين 70-13-13 أو شاركونا كمان على تويتر على ALIF ALIFFM. فاصل بسيط، حضروا أسئلتكم وراجعين، خليكم على السماء. طبابة ألف مع سامي بيروتي، العيادة المسموعة. ومكملين معكم مستمعينا موضوعنا في طبابة ألف اليوم عن التركيبات الثابتة للأسنان مع دكتور ياسر محفوظ. في هذا الجزء من الحلقة رح نبدأ نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم للدكتور ياسر على أرقام التواصل 012-61-61-100 012-21-75-85 أو تشاركونا عن طريق الاسم STC 85-10-40 موبايلي 66-1 وزين 70-13-13 أو على تويتر ALIF ALIFFM. في سؤال لدكتور ياسر على SMS عن تبييض الأسنان، طبعا موضوع مختلف، لكن بيقول أنه بيعاني دائما من آلام أثناء تبييض الأسنان، فهل هذا معناه أنه هو المفروض يبتعد عن تبييض الأسنان بتقنية زوم تحديدا؟ طبعا تبييض الاسنان من الاشياء الطبيعيه المصاحبه له حساسيه الاسنان اللي اكيد الاخ كان بيشتكي منها، وهذا شيء طبيعي لانه انت عشان تعمل تبييض الاسنان حنحط ماده كيميائيه، الماده الكيميائيه التفاعل تبعها يكون له تفاعل عكسي اللي هو الحساسيه اللي يشعر بها المراجع. هنا نحن ممكن نقلل من نسبه التركيز للماده تستخدم في تبييض الأسنان عشان نقلل من الحساسية الموجودة، أو ممكن على طول بعد عملية التبييض نستخدم بعض المواد اللي تقلل من نسبة الحساسية، وهي المفروض تكون عرضية ومع الوقت تغيب يعني. طب في حال أتكرر هذا الشيء المفروض الشخص يبتعد عن تبييض الأسنان، يمكن يكون ما يناسب أسنانه هذا الشيء؟ في بعض الحالات ممكن فعلا ما يناسبها لأنه عندهم حساسية جدا عالية، وخاصة في بعض المناطق معينة في الأسنان اللي تكون قريبة من اللثة كده، يعني هنا تكون نسبة الحساسية تكون أعلى غالبا. ينصح أنه فعلا يقللوا من عملية التبييض، بعض الناس بيأخذوها يعني كل فترة وفترة بيعمل تبييض، لا يعني ممكن يقلل من بدل ما يعملها مثلا كل 6 أشهر مثلا يعملها كل سنة. حلو. أو حسب الحاجة. ممتاز. ننتقل للاتصالات، معنا الأخ نايف. ألو، السلام عليكم. يا أهلا فيك، تفضل. وعليكم السلام. أسعد الله مساكم. ومساك يا رب، تفضل.
انا عندي استفسار بشان الاسنان التركيبات الثابته. تفضل. ايوه، بالنسبه للاسنان المتكونه من طبقتين تقريبا، يعني اللي هي حديد ومغطاه بالخزف من فوق. حديد وخزف؟ نعم، تجي حديد ومغطاه بالخزف من الاعلى من فوق يعني. بس من داخل السن، داخل السن يجي حديد. ما أدري هل هذه مناسبة أو غير مناسبة أو بس مؤقتة. طيب، هذا استفساري وسلامتك. شكرا لك أخوي نايف، يعطيك العافية. دكتور ياسر هو بيسأل تحديدا عن هي ما أعرف هي تركيبة أو هو طبعا يتكلم عن المعدن المغطى بالخزف. المعدن المغطى بالخزف يعني هو من التركيبات المعروفة، من التركيبات المستخدمة فعلا حاليا، هي قديمة طبعا. الآن نحن عندنا بديل لها اللي هو الزيركونيوم. ألو؟ أي معك، تفضل. البديل لها هو تركيبات الزيركونيوم، لكن هي ما زالت تستخدم وهي لها استخدام، ولكنه أقل صراحة. يعني الزيركونيوم الآن مغطي على موضوع المعدن. تعتمد برضو على الحالة، يعني ممكن نحن نستخدمها في الأسنان الخلفية غالبا، في الجسور في الأسنان الخلفية، لأنه المعدن برضو في ميزة قوية بيستحمل الفورس أكثر من غيره. لكن الآن برضو عندنا الزيركون يعتبر بديل لها حسب الحالة، ممكن يستخدم، لكن الأفضل أنه نستخدم الزيركون. حلو. طيب، في ظل التطور كمان في مجال طب الأسنان، الابتسامة الرقمية هل تعتبر أسلوب جديد في عالم طب التجميل للأسنان؟ إيش هي الابتسامة الرقمية تحديدا؟ الابتسامة الرقمية طبعا هي يعني عملية أنه المراجع عشان يعني يتخيل شكل الابتسامة قبل لا يعملها أو قبل لا يفكر يسويها أساسا، فممكن نأخذ له أكثر من صورة من أكثر من زاوية ونحولها على طول على برنامج في الكمبيوتر. ونبدا نحن نرسم له الاطوال المناسبه للحاله حقته. يعني مثلا هو عنده طول معين، احنا ممكن لا نضطر نطول السنه هذه، نضطر نشيل شويه من اللثه عشان الاسنان، يعني نحاول انه نرتب الاسنان بالترتيب المناسب بحيث انه تعطينا شكل الابتسامه المناسبه للحاله نفسها. وطبعا احنا ممكن نخليه هو يشوف الاشياء هذه كلها قدامه، وقبل لا ابدأ يعني يكون كل شيء واضح قدامه. ممتاز. في استفسار على الاس ام اس يقول في حالة تركيب الفينير تحديدا، تقنية الفينيرز، هل بعض الاسنان تحتاج انها ينسحب العصب منها؟ في حالة انه اذا نحن اضطرينا نسحب العصب، فالافضل صراحة انه نحن نلبس الاسنان. ما نعمل فينير للاسنان. لكن الشيء أنا متأكد إن الأخ اللي كتب السؤال هذا كانت عنده مشكلة حساسية. الحساسية أحيانا من كثرة الحساسية اللي تصير وتكون مصاحبة لتركيبات الفينير أو أي شيء يكون على الأسنان، ممكن الواحد يفكر إنه يسحب عصب السن. هذا مفهوم خاطئ. إحنا ممكن نعالج حساسية السن وتنتهي الأمور وما نضطر نسحب عصب السن، لأنه السن اللي ربنا أدانا هو مهما عملنا ما حنقدر نعوضه. يعني. صحيح 100%. في استفسار آخر على الاس ام اس يقول في هل في معايير معينة يعني تبعها الأطباء للحصول على ابتسامة فعلا جميلة ولايقة على الشخص نفسه؟ طبعا أكيد نحن عندنا معايير معينة، نحن يعني لما نجي نسوي الابتسامة، خاصة في الابتسامة الديجيتال سمايل ديزاين أو الابتسامة الرقمية. طبعا نحن عندنا محاور معينة لازم نسويها، أنه في عندنا الأسنان اللي قدام تكون أطول من السن الرقم 2، والناب يكون مبوز كده، يعني في عندنا فعلا معايير معينة، وفعلا هذه المعايير احنا لو طبقناها حتطلع رصة الأسنان يعني ملائمة دائما للشكل. وفوق هذا طبعا من الأشياء اللي حتخلي كل المعايير هذه تصير مع بعض، إنه اللون حيتوحد. الإشكالية اللي تصير عندنا دائما زي ما قلت لك في بداية الحلقة، إنه عندنا ألوان تكون مختلفة، ترتيب للأسنان يكون مختلف. صحيح. إذا ضبطوا هذول الاثنين النتيجة حتكون جدا رائعة. ممتاز. مرة ثانية مستمعينا أذكركم بأرقام التواصل 012-61-61-100، 011-217-85-85. أيضا شاركونا عن طريق الـ SMS على STC 85-10 أو STC 85-10-40، موبايل ستوستين 3-1، وزين 70-13-13.
في ايضا سؤال على الاس ام اس عن الفينير والومنير، هل تكلفتهم تختلف او لا؟ التكلفه هل يعتبر هذه التقنيه اغلى من هذه، او في شيء من ناحيه الماده يفرق؟ لا، المفروض انه ما تكون في فرق بينهم، هي كلها في الاخير يعني تقريبا بنفس التكلفه، لكن طبعا هي تفرق حسب الطبيب، حسب المكان، حسب المعمل اللي نستخدمه، حسب المواد اللي نستخدمها. هذا هو صراحه اللي يتحكم بالاسعار، لكن لا الفرق ما تفرق بينهم. ممتاز. مستمعين اكيد مكملين في طبابه الف، لكن نطلع فاصل بسيط وراجعين، خليكم مع السمع. طبابة ألف مع سامي بيروتي، العيادة المسموعة. مكملين مستمعينا في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم في طبابة ألف اليوم. أرقام التواصل 012-61-61-100، 011-2-17-85-85، أو تشاركونا عن طريق الاسمس، ارسل سؤالك واستفسارك للدكتور ياسر STC 85-10-40، موبايلي ستوستين 3-1-70-13-13، او روح على تويتر مباشرة وشاركنا في او على هاشتاج طبابة الف ALIF ALIF FM. في عندنا استفسار على الاس ام اس دكتور، تحديدا عن زراعة الاسنان. الشخص تعرض لحادث وتقريبا فقد تقريبا من 5 إلى 6 أسنان. السؤال لي أكثر من شق. أول شق، هل زراعة الأسنان مؤلمة؟ هذا أول شيء. ثاني شيء، هل سيكون في ألم بعد الزراعة؟ والسؤال الثالث والأخير، هل يجب أن أخضع لزراعة كل الأسنان اللي خسرتها، أو في سن يتعوض وسن ممكن أزرعه؟ أول سؤال، هل زراعة الأسنان مؤلمة أم لا؟ بالنسبة لزراعة الأسنان يعني هي زيها زي أي عمل حنعمله نحن، زي سحب العصب. احنا طبعا هنا عندنا تخدير موضعي حيكون غالبا. الفرق هنا انه نحن عشان نزرع الاسنان ونعمل الغرسة هنعملها غالبا على عظم. ممكن يكون في ألم، وهذا شيء جدا طبيعي، لكن طبعا حيكون كل الامور طبعا تحت التخدير الموضعي. الاشكالية اللي حتصير بعد عملية الزراعة، هذا شيء وارد برضو، ممكن يكون في ألم، وطبعا بس حيكون المريض تحت المسكنات. المشكلية اللي كان في عندنا زراعة أو إننا نحط عظم، هنا حيكون الألم أكثر، إنه إحنا ممكن نأخذ أحيانًا عظم من الحوض ونحطه في مكان الزراعة ونستنى إلين ما العظم يلتئم، وبعد كده نحط الزراعة، وبعد كده نقوم نحط التركيبة. وفي أنواع، في ممكن نحط الزراعة والتركيبة في نفس اليوم، وممكن لا نحط الزرعة أو الغرسة وبعد فترة من الزمن نقوم نحط التركيبات اللي عليها. طيب بالنسبة للسؤال بس الأخير كان، هل يجب أن أخضع لزراعة لكل الأسنان اللي خسرتها؟ يعني مو شرط تعمل زراعة لكل الأسنان اللي خسرها. ممكن مثلا إذا كان منطقة فيها 4-3 أسنان، ممكن نعمل زرعتين ونعمل جسر نعوض الجزء السنة الثالثة، مو شرط يكون على كل الأسنان. وبعدين نحن برضو في لها معايير برضو معينة في اختيار المكان اللي نحن نعمل فيه الزراعات. لازم يكون عندي سماكة العظم هنا تكون عالية، تكون بعيدة عن الأعصاب وبعيدة عن الجيوب الأنفية والحاجات هذه. طبعا كل حالة لها سيناريو ولها وضع معين، لكن بصفة عامة لا، ممكن مش شرط نحط لكل سنه زرعه. ممتاز. في استفسار اخير ايضا على الاس ام اس عن تفريش الاسنان تحديدا، بيقول انه كل ما افرش اسناني بينزل دم من اللثه، فهل المشكله في طريقه تفريش الاسنان ام بالفرشاه نفسها، او هل في اسباب مختلفه؟ يعني الاشكاليه الاساسيه انه ممكن تكون عنده التهابات في اللثه، لازم يراجع طبيب الاسنان، لازم يعمل تنظيف لاسنانه، ويعرف اذا كان في عنده مشاكل في اللثه لازم يبدا يحل المشاكل هذه. حتدريجيا حيبدا يخف عنده كميه النزيف مع تفريش الاسنان. وكمان ممكن كشيء يعني حاجه ثانيه، انه ممكن ياخذ فرشه ما تكون فرشه خشنه، ممكن تاخذ فرشه ناعمه كمرحله بدائيه يعني عشان يقلل من نزيف الاسنان، وبعدين عادي لو كان في نزيف، بس اهم شيء انه لازم يراجع طبيب الاسنان ويحل المشكله. هل الشخص بنفسه دكتور ياسر يقدر يستدل احيانا لو عنده مشكله في لثته من لونها؟ احيانا ما بشخص صراحه، لا ممكن اذا كان في عنده احمرار كذا بسيط حوالين الاسنان ونزيف الدم النزيف والرائحه،
هي دائما المفتاح اللي يخلينا نعرف انه في عنده مشاكل في الاسنان. هي النزيف والرائحة. أوكي. مستمعينا 0121-61-61-100 0112-175-85-85 لأي سؤال أو استفسار. عندنا اتصال يقول ألو مساء الخير. ألو مساء الخير. ألو. يا ألو. يا هلا وسهلا. مين معي من وين؟ السلام عليكم. مع أحمد الحازم من مكة. يا هلا فيك يا أحمد. تفضل. ممكن أكلم الدكتور ياسر؟ أكيد. صحيح. تفضل. تفضل المايك عندك. الله يبارك فيك. أنا أعاني من مشكلة في أسناني الأمامية العلوية. في فراغات بين اللاب والسن اللي جنبه الأمامي في الضواحك. فراغ في الجنبين. حاولت أني أسوي تقويم، راجع طبيب أسنان يعني قال أن النتائج ممكن ما حتكون كبيرة لأنه ترتيب الأسنان متساوي تقريبا، بس هي المشكلة الأمامية هذه بس. وما أدري حاب الدكتور يفيدني إذا ممكن. يعطيك العافية أخوي أحمد. شكرا لك. بالنسبة لاستفسار الأخ أحمد، دكتور بيعاني من فراغات بين الناب والأسنان الجانبية تحديدا، واتجه لأحد الأطباء وقال له أنه ممكن التقويم ما يكون له فايدة كبيرة في هذه الحالة، فإيش رأيك؟ والله هو حسب، لازم نعرف قديش كمية الفراغ اللي يكون بين الأسنان. إذا كان الفراغ جدا بسيط نحن ممكن نعمل تركيبات في الأسنان الأمامية كلها الأربعة مثلا اللي قدام، ونخلي الناب هذا يكون شكله زي شكل القواطع. هذا برضو واحد من الحلول، لكن نحن برضو نرجع نقول أنه تقويم الأسنان هو الأساس، والدكتور التقويم هو اللي يحكم بالدرجة الأولى. يعني ممكن يكون بين دكتور التقويم ودكتور التركيبات كده يجوا مع بعض يشوفوا الحالة، هم يقدروا يقرروا وقتها يعني نعمل تقويم ونوسع الفراغ بحيث انه نعمل جراحه مستقبلا ولا لا، نحن ممكن نسد الفراغات هذه بتركيبات والموضوع ينتهي خلاص بدون ما نرجع لعمليه تقويم او اي اشكالات ثانيه. ممتاز، يعطيك الف عافيه دكتور ياسر. شكرا لك. الله يعافيك. الله شكرا لك. مستمعينا ومتابعينا شكرا لكم انتم كمان على حسن الاستماع، يعطيكم الف عافيه. متابعينا اكيد في مواقع التواصل الاجتماعي ما ننساكم، شكرا لكم ولمشاركتكم ايضا. طبعا ترجعوا تسمعوا الحلقه مره ثانيه تقدروا في اي وقت على يوتيوب ALIF FM. كان معنا الدكتور ياسر محفوظ عبر الهاتف، محاضر بقسم التركيبات الثابتة بكلية البترجي. كنت معكم أنا سامي البيروتي، ألقاكم بعد موجز الأخبار في برنامج خليك وحش مع كابتن فواز الطاسان. لا تفوتوا الحلقة وخليكم على السماء.